بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، السادة الكرام المشاهدين، نحيا حياة طيبة إن شاء الله مكرمة، الله عز وجل أسحفنا بها وأنعم بها في هذه الأيام من بركات العشر الأواخر من شهر رمضان، الأيام التي النبي صلى الله عليه وسلم وصى ودعا إلى أن نجاهد أنفسنا ونسعد ونسمو ونسعد لننال رضوانه سبحانه. نقيم الليلة ونصوم النهار وننتظر إن شاء الله ليلة القدر اللي هي ليلة مباركة، حيث قال القرآن الكريم ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الخيرية راه معروف أن علماءنا قالوا فيها 40 قول، معناها أنها فيها سر، والسر هو أن الله عز وجل كرم الزمان بالقرآن، فالله تعالى كرم شهر رمضان وكرم هذه الليلة لأن فيها أنزل الله القرآن. معنى أنزل الله القرآن كلمنا وكلمنا ومن عام علينا بأن نفقه عنه، معنى أعطانا القدرة على التعقل وعلى السمع وعلى استقبال أمره، فهذه اللحظة مع الله، ولهذا كانت لحظة مع الله خير من ملايين سنين. ألف شهرين ليس ألف شهر، 83 سنة و 400 شهر، لا هي ما لا يحصى. أنت مع الله كرمك وأعطاك ما به تسعد وتأنس وتستغني عن كل خلق الله، هذه الخيرية أنك مع الله وأرقاك حتى كلمك وأسعدك وأنسك بوجوده. طيب، هذا الصيام وهذا القيام الحمد لله شيء من الله أنعم به على هذه الأمة المحمدية. يبقى توجهوا بما يسمى شرعا بزكاة الفطر. هذه زكاة الفطر هي تورينا إراءة العين أن الله أكرم هذه الأمة بأمرين، هي الدين كله، أن نعطي الله حقه، صمنا له وصلينا ونجينا ودعونا، وحق العبد علينا، حق الأخ. هذا اليوم اللي هو 27 بعده مباشرة هو وقت أدائها، هي فريضة، فرض النبي صلى الله عليه وسلم على كل صائم وصائمة وعلى غير الصائمين. يبقى أن العائلة المسلمة صغير الرضيع وهو عليهم زكاة فطر، معناه واحد المبلغ واحد صاع، يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد يتصدق بها الفقراء، تخرج قبل صلاة العيد باش داك الفقير ما يبقاش مشغول واش ندير لوليدي واش ندير لبنتي واش ناكل واش نشرب، نغنيهم في ذاك اليوم العيد بحيث ما يحتاجش يمد يده. شيء مؤسف وبئيس اننا نراهم يمدون ايديهم حتى في العيد، معناه هاد الدول اللي الله عز وجل اعطاه لهم ما نفعش بالاسف، واخا عنده كيطلب، هذه مشكله، ولكن لا تمنعون هذه المشكله من انه نحقق امر الله، نخرجها بعد 27 وهو بلغ ثمنه رسميا ادناه 13 درهم رسميا، ويجوز اخراجها مالا بلا الشعير والقمح وداك الشيء حتى هو ما تجوز، ولكن المال افضل لانك انت كتعطيه الطحين، وانا كنعطيه الطحين او كيكمل عنده الزايد كيمشي يبيعو باقل من الثمن، فتعبت انت واتعبته ونقصت القيمه. اذا من باب المقاصد اللي هي مقاصد الشرع اننا نخفف عن هذا المسكين الضعيف، نعطيه هذاك المبلغ ديال عائلة، تعطي العائلة بقدر ما عددها 13 أو 15 درهم مما وفر الله له، فنعطيها قبل يوم العيد قبل الصلاة باش يمكن ليه يدبرها، وحسن تكون قبل النهار ولا يومين. علاش؟ باش إذا بغى يشري شي حويجة السوق مفتوحة، أما يوم العيد كيكون شي مغلق. طيب، بقي مسألة مقدارها. عند الله بلادنا حنا كاين واحد المجلس العلمي الأعلى كينسق أعمال العلماء، ولا يبقى كل واحد فينا يقول اللي بغى، هناك واحد التوفيق أو توافق وتناسق وتنسيق بين الهيئة العلمية في المغرب. عندنا مجالس علمية في كل جهة، وعندنا رئاسة يعني بالأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسها كما نعلم هو محمد السادس أمير المؤمنين، ورأس هذه المنظومة من العلماء. لما قالوا 13 درهم هذا هو الثمن الشرعي، بلا هما داروا مداني
من أربع أسمداد حفل الناس من النبي صلى الله عليه وسلم متوسطة ثمنه هذا، ولكن من وفى الله له. طيب، وعندما نقول هذا مبلغ زهيد عيشة غالية، شوف الناس اللي ما عندها، هو ما عندوش يخرجها، واخا ما عندوش يخرجها، ما يمشيش يسلف لا، ولكن واخا يتحافى شوية ويتكدك كيف تيقولوا يعطيها. إذا واللي وفى الله له، اللي زاد زاد الله، ولكن نعلم أن هناك واحد الحد أدنى لا ينبغي أن نزول تحته، 13 درهم حد أدنى، ومن وفى الله له. هو إذا استويا في الحاجة قريب وبعيد، ولكن كلاهما فقير، في المقرب أولى. هذاك القريب يعني حد لقى القرآن، والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب الجنبي. الجار ذي القربة هو القريب، جارك وقريبك هو أولى بها. ولو أننا فعلنا هذا لكنا بألف خير. إذا كل واحد يلتف لجاره لابد أن يكون في الناس من يملك الحمد لله وشي كيداوي. ولكن إذا كانت البركة شوية كثيرة، ما كان باش يعطي الجار ويعطي حتى ذاك البعيد شوية. مثلا دابا أسرع عليها نقولوا 15000 يعني 3000 ريال، يعطي الجار القريب 200 درهم، وذاك البعداء يقسم لهم كذا. يعني نحاول ما أمكن ننظر إلى هؤلاء ذوي الحاجة، ننظر إليهم. والقلب المؤمن راه يهديه ويقول لها هذه صلاح وهذه مصلحة. تمتم القلب المؤمن يهدي صاحبه إلى الخير، حيث فيه الخير، فيه نور الله والهداية تشع من القلب. هو الجسد إذا صح، إذا صلح القلب صلح كل شيء، كل شيء بخير. يبقى غير نشوفه كيف نصلح هذا القلب، ما يكونش فيه الدغل، ما يكونش فيه الخبث مع الشش. هي قالوا في الفقهاء لا تخرج من البلد أصلا، ولكن أرنا إخواننا دابا اليوم في أوروبا في الغالب عندهم ذاك الشوماج، عندهم ذاك الشيء ما يحتاج شيء قاعدة. فمن الأفضل أن يبعث إلى أهله قبل 27، يقول لهم أنا عندي نبلغها، أعطيه المسار أنه مؤهلا. ففقراؤنا نعرفهم ونعرف حالهم، وفقراء أوروبا راه ماشي بحال فقراءنا، هذوك عندهم واحد الأدنى مضمون، وقد لا يكون مسلما، لأن الغالبية ديال الجالية ديالنا تعملوا، ولا ما عندوش العمل حق، عندهم حق ذاك الحق ديال سميتو البطاله ولا العطاله. فاحنا ان شاء الله ننفقها على من اذا لم يكن في جوارك الان من تعلمينه، فلا باس بالبلاد، لا باس بها. غير يمشي بحال زكاه المال، زكاه المال تعطى لمنطقه الفقراء، هذه تعطى لجوارك. فاذا لم تجدي الجوار فلا تمشي حيث يوجد الفقر، والحمد لله راه كاين الفقر الحمد لله. أقل حاجة إذا لم يكن هو موجود ولم ما هناك من ينوب عنه، قل له بالتليفون راه عندي لك واحد كذا قبل من صلاة العيد، لأن ولا صلاة العيد ذاك الفرحة اللي بغيناها يوم العيد ما بقاتش، كتولي صدقة عادية، وهي فريضة تؤدى قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام أحسن، باش ذاك المسكين يجد شوية ديال الفرجة باش يتحرك. نقول له بالتليفون هذا الحمد لله وسائل أنا متوفرة، فلان عندي واحد المبلغ فين نديرو لك هكذا راه عندي، بس هو يتصرف بحسب ما علمه بهذا، ما يبقاش مفاجأة حتى بعد العيد اجي اخذ. العيد الناس في شغلهم في عيدهم، ما بقى لا دكان ولا. على كل حال الافضل هو هذا، ان يخرجها ولا يصيفطها في ما كذا باي بنك، دابا تمشي تقول صيفط كذا فلان اعطيه بطاقه تمسمع عنده سويعه، ولا قبل مساعة راه عنده في مراكش ولا في الريساني عندنا حنا ولا في تطوان ولا في طنجة اللي بغيتي. سهل الحال الان، يسر الله ولا وسائل ديال التواصل، فلان عندي لك صيفطها لك اللي بغيتي دابا حيث انت، فما في مشكل. غير نشاهدوا دابا هذا الاملاء ديال قضيه انه تعطي حيث كان، ما كانش شيء قبل، سير البوسطة ودير لك كذا فوقاش يوصلوا. اما الان مباشره بالتليفون هاك سير البنك الفلانيه ويمشي تما ويقدم انا فلان عطيك عندك واحد الرقم سيري عطيته له كيمشي ياخذ تمسم. فيسر الله الامور لمن يريد الخير.
غير اللي بغى يعميها وبغى يشد الفوق فوق. اما والله عز وجل يسر الخير ونسال الله ان نكون من الخير ان شاء الله. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.